القاهرة افتتحوا مدرسة الكمال الابتدائية في شارع المعز لدين الله الفاطمي. نشوف التقرير. إيمانا بأن تطوير العملية التعليمية لن تكتمل دون تنمية بشرية حقيقية، افتتح اليوم وزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة مدرسة الكمال الابتدائية بالجمالية بعد انتهاء أعمال تطويرها بتكلفة 3 ملايين جنيه. وقامت بأعمال التنفيذ جمعية تكاتف للتنمية تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية. الأعمال اللي تمت هنا النهاردة أعمال جميلة جدا، والجميل فيها أيضا أنها بتتم بمجهود من أحد منظمات المجتمع الأهلي، جمعية تكاتف. العمل هنا تكلف ماديا 3 مليون جنيه، لكن أنا شايف أنه حجم الإنجاز اللي تم هنا، وبخاصة الجزء الخاص بالتنمية البشرية الخاصة بالإدارة المعلمين والمدرسين في المنطقة، وروح الحماسة التي تدب في المدرسة الآن تفوق هذا الإنفاق بكثير. إحنا بنسلم الدولة مدرسة كل 8 أشهر، مدرسة جديدة زي المدرسة الجميلة اللي أنت شايفها هنا، وبنقوم زي ما سمعت كده من المدرسين بالتدريب والرعاية الصحية للأطفال في نفس الوقت. أرجو أن ده يكون حافز للجمعيات الأخرى وحافز للجهات اللي عايزة تشارك في صنع مستقبل مصر. المدرسون أعربوا عن فرحتهم بتطوير منشآت مدرستهم المتهالكة بعد أن كانت تمثل خطورة عليهم وعلى الطلاب، لا سيما وأن أعمال التطوير تتواكب مع دورات تدريبية للنهوض بالمدرسين وبرامج توعية للطلاب. الجمعية لما دخلت وطورت كمباني، ده هيحفز الولاد لما يخشوا ان هم هيلاقوا تكنولوجيا افضل. يعني عندهم معمل اوساط، عندهم معمل حاسب آلي، ده ما كانش موجود. يعني الاجهزه اللي محطوطه كانت متطوره وحديثه، فده برضو هيساهم في العمليه التعليميه. زائد ان برضو هم اسقلونا بتدريبات عن التطور في العمليه التعليميه، ده هينعكس على الاولاد. احنا ما كناش متوقعين ان المدرسه هتوصل بالمستوى اللي احنا شايفينه ده، حقيقه مستوى راقي جدا. حتى البرنامج التدريبي اللي عملوه هنا كان على مستوى عالي جدا من الجودة، وده قد أفاد كتير من المدرسين. كل ما كانت المدرسة على قدر من التطور والتحديث، كل ده ما عاد بالأثر الكبير على التلامذة، وإحنا كمدرسين بيفيدنا إحنا كمان إن إحنا برضو نقدر ننتج ونبدع ونقدم كل جديد يتماشى مع التطوير الحديث من خلال دورات وعمل ورش عمل. ده بيفيدنا احنا كمدرسين اولا، وبيعود بالاثر العظيم على التلامذه، ودي حاجه طبعا تسعدنا، لان احنا بنوعدكم ان شاء الله ان احنا نخرج جيل جميل جدا جدا. مدرسه الكمال التي تضم 18 فصلا ومعملا للكمبيوتر وغرفا للانشطه الرياضيه والموسيقيه والزراعيه، تعد المدرسة 17 في سلسلة المدارس التي تقوم جمعية تكاتف بتطويرها، والرابعة في منطقة الضرب الأحمر. الاهتمام بالمؤسسات التعليمية وتطويرها لا يحتاج فقط إلى جهود أجهزة الدولة، بل يتطلب أيضا تكاتف جمعيات المجتمع المدني لخلق بيئة تعليمية ملائمة تساعد على خلق أجيال أكثر قدرة على التطوير والإبداع. محمد رياض، الحياة اليوم.